انا برضو حد كلمنا من مرسى مطروح بيشتكي من ان يعني الظروف والحالة، عنده بنتين وولد ومفيش تعيينات عشان التعيينات بالوسائط. مشكلة برضو مهمة جدا والله بتقابلنا. يعني انا مش معنى ان انا بطرح مش يبقى هيعينوا لي ابنه يعني، بس انا هو بيلفت نظرنا لحاجة فعلا مهمة فعلا، يعني ان انت تتكلم عن الوسائط والقرف الناس كلها ليه، يعني يبقى في عدل، في مساواة، في كل واحد باخد حقه، كل مواطن، لان ده في الاخر اسمه مواطن. يعني انا حكيت قبل كده يعني حاجة تعتبر طرفة او حاجة بسيطة، كنا في احدى الدول وكل حاجة ايه يقول لك شباك المواطنين وشباك ما اعرفش ايه وشباك بعدين شبابيك الناس بقى. فانا كان معايا عمر ابن صغير، فبيقول لي واحنا احنا مواطنين فين؟ يعني لما نرجع بلدنا يا ابني نبقى مواطنين. هو ما شافش ده في بلدنا، يعني ما شافش هذا الاهتمام بابن البلد، ان يعني بص كله بيطبطب عليه وبيعمل له حاجته، يديله ارض، يديله قرض، يديله بتاع. ده المواطن، المواطن كلمة المواطن بتعني هذا الكلام اللي بحكيه. فاحنا لما نبقى عايشين في بلدنا مش شايفين ده، فيبقى احنا نزعل يعني، ربنا يسترها.